ان شاء الله في الحلقه دي هنتكلم عن احمد مراد، الشاب اللي قادر دايما ان هو يثير الجدل حواليه وقادر ان هو يخلي الناس كتير بتتكلم عليه مع كل عمل هو بيقدمه. طب هل الاعمال اللي هو بيقدمها دي تستاهل كل الضجه اللي بتحصل حواليه؟ ده السؤال اللي دايما بيتعرض من مؤيد ومعارض، ودي حلقه جديده من شخصيات. احمد مراد من مواليد القاهره 1987، درس في معهد السينما وتعلم هناك التصوير السينمائي، يعني هو مش كاتب بس، لا هو مصور سينمائي ومصمم جرافيك. احمد مراد اتخرج سنه 2001، الراجل ده كان دحيح طالع اول دفعته، وكان من ضمن المصورين الشخصيين للرئيس السابق حسني مبارك. كل الكلام ده غالبا هتلاقيه موجود في ظهر اي غلاف للكتاب عمله احمد مراد. علشان كده خلونا ندخل على الروايات اللي كتبها الراجل ده. خلينا بس متفقين ان مش هيبقى فيه حرق للاحداث اللي موجوده جوه الروايات، يعني انت لو ما قراتش الروايات ممكن تتفرج على الفيديو عادي، وده مش هياثر على قراءتك للروايات بعد كده. وخلونا نبدا مع اول روايه لاحمد مراد، روايه فيرتيجو. واللي تعتبر من الروايات الثورية بامتياز، احداثها بتبدا مع شاب مصري عادي شغال مصور، حصلت قدامه حادثه من حوادث رجال الاعمال واللي كانت ترند في اوائل الالفيه الثانيه. الروايه كانت بتعري الفساد اللي كان بيحصل في البلد باسلوب سينمائي مثير، وعايزك تحط تحت كلمه اسلوب سينمائي 200 خط، هو مكتوب في السكريبت 100 بس هو 200 خط. واللي كسبت جائزه البحر المتوسط سنه 2013، واللي خلى الروايه دي منتشره وليها اسم وعملت اسم لاحمد مراد هي جرأتها في الوصف وفكرتها الجديده وتوقيت عرضها اللي كان متناسب جدا مع الاحداث اللي كانت بتحصل في أرض الواقع. ونيجي لتاني عمل اللي هو تراب الماس. واللي طلعت سنة 2010 عن دار الشروق، واللي حققت نجاح أكتر من فيرتيجو بكتير. وللمرة التانية بياخد أحمد مراد من الجريمة والفساد المجتمعي موضوع لروايته واللي بتبدأ بطاها. شاب بسيط بيشتغل مندوب مبيعات وأبوه راجل قعيد قاعد في البيت، وفي الرواية دي شفنا فلاش باك على حياة أبو طه في نص القرن الماضي. بتوع جريمة قتل قدام طه، ودي حاجة بتخلي حياته تتغير نتيجة الأسرار والحاجات اللي هو اكتشفها من بعد جريمة القتل. وطبعا مش عايز أقول لك إن الرواية بتدعم فكرة إن القتل ممكن يكون ليه آثار إيجابية. تراب الماس تعتبر حاجه بتثبت ان الراجل دوت فعلا موهوب وفعلا قادر ان هو يصنع ليه جمهور، وان روايه فيرتيجو ما كانتش هوجه شباب. علشان بعد تراب الماس تطلع روايه احمد مراد الثالثه، الفيل الازرق. جامده جدا. سنة 2012 تصدر دار الشروق رواية أحمد مراد الثالثة الفيل الأزرق، واللي تعتبر من أشهر روايات الراجل ده. وفي الرواية دي هنلاحظ خروج أحمد مراد من الإطار اللي هو كان محطوط فيه في الروايتين اللي فاتوا اللي هي الجريمة والفساد المجتمعي، وبيدخل عالم تاني غريب، عالم الجن والأمراض النفسية. لكن مش في اطار مرعب خالص، الروايه كانت ماشيه في اطار مشوق ومثير. وروايتنا بتبتدي بيحيى الدكتور النفساني اللي رجع لشغله بعد 5 سنين من التوقف في مستشفى الامراض النفسيه في العباسيه، عنبر 8 غرب. والعنبر اللي رجع ليه يحيى يعتبر العنبر بتاع الجرائم الغريبه، ورب صدفه خير من الف معادي لاقي هناك صاحبه اللي كان متهم بقتل مراته. وفي طريقه ان هو يثبت براءه صاحبه بيدخل يحيى لرحلة لرحلة من الأحداث المشوقة والمثيرة. ورواية أحمد مراد المرة دي اللي هي الفيل الأزرق بتفوز بجائزة البوكر لسنة 2014، واللي مش عارف يعني إيه جائزة البوكر، هي حاجة زي الأوسكار في الأفلام. ولو مش عارف يعني إيه أوسكار، اقفل الفيديو واعمل انسبسكرايب وانفولو وما اشوفش وشك تاني خلاص. المهم فوز احمد مراد بالجائزه ديت ساعد جدا على معان اسمه، علشان كده يطلع بالروايه الرابعه 1919. وهنا احمد مراد بينقلنا لفتره كان فيها القاهره بتغلي من الاحداث السياسيه، من الوفد وسعد باشا زغلول والاحتلال الانجليزي للجماعات السريه وعالم البغي المقنن. وكالعاده نجح احمد مراد ان هو يصور لنا الاحداث اللي حصلت في الروايه ديت بشكل مثير للخيال، من مقهاريش ومتاتيا لبيت الامه وقصر البارون. وقدر احمد مراد ان هو يحط لنا حبكه قويه للقصه وحوار قوي بين الشخصيات في كل مشهد. وننتقل لخامس روايه لاحمد مراد، وثاني روايه ليه من نوع الادب التاريخي اللي هي روايه أرض الإله. واللي برضه صدرت عن دار الشروق سنة 2016، واللي بتدور أحداثها قبل ميلاد المسيح ب 250 سنة، واللي بتعرض قصة كاهن يهودي اسمه كاي، بيواجه مؤامرة كان بيعملها اليهود في محاولة ليهم لطمس وتزوير التاريخ المصري، واللي اتكلم فيها أحمد مراد عن فرعون موسى واليهود بشكل عام.
لكن هي اللي واقفه. في كلام طالع ان احمد مراد خد بعض اجزاء الروايه من كتاب فرعون ذو الاوتاد بتاع الكاتب احمد سعد الدين، لكن طلع احمد سعد الدين نفسه وقال ان الكلام دوت كلام في الهوى واحمد مراد ما خدش منه حاجه. علشان نوصل للروايه السادسه والاخيره، روايه موسم صيد الغزلان. انا مش من نوع اللي بستسلم ودوب. واللي كان فيها احمد مراد بره القالب التاريخي اخيرا بعد روايتين ويتنقل للمستقبل، تحديدا في اواخر القرن بتاعنا بعد انتصار البرمجيات وجفاف النيل. وهنا بجرأة مراد المعتادة بيطرح نديم دكتور علم النفس التطوري ودكتور البيولوجي اسئله فلسفيه معقده جدا لكنها مهروسه بالنسبه لنا احنا على فيسبوك 12 بالليل، واخد بالك؟ ودي حاجة استنكرها ناس كتير لأن أغلب الناس اللي بتقرأ لأحمد مراد هم ناس تحت سن العشرين، فإن هو يوجه ليهم أسئلة بالشكل ده دي كانت حاجة صعبة شوية. والرواية بتدور بدخول البطل للملاذ مع طارق وتالية الغزالة الحمراء اللي حلم بيها بطلنا من غير ما يشوفها وبلا بلا بلا. المهم الرواية بتاعتنا ماشية بسياق حلو لكن بتنتهي بنهاية صادمة ومؤثرة. وده كان ريفيو سريع لكل الأعمال اللي عملها أحمد مراد. ندخل بقى على تحليل بسيط كده للمميزات والعيوب بتاعة الكاتب نفسه من إجمالي الاعمال اللي اتكلمنا عنها. من غير شك احمد مراد شاب ناجح وموهوب وقدر يرجع فئه كبيره جدا للقراءه تاني، وطبعا ده واضح جدا لان احمد مراد في اقل من 10 سنين قدر يكسب جمهور كبير جدا جدا، وده بسبب اسلوبه المثير وافكاره المبتكره الجريئه والكلام اللي شبه مايه في الفيلم. يمكن احمد مراد بيحاول يلفت الانظار ليه وبيستفاد بحاجه زي كده في ان هو يزود من شعبيته، لكن طريقته في لفت الانظار في ناس كتيره قوي بتعتبرها سلبيه، عن طريق حشو المشاهد الجنسيه في نص الكلام بدون داعي واستخدام الالفاظ البذيئه والجريئه واللي وجودها من عدمها ما كانش هياثر على سياق القصه بشكل عام. وناس كتيره عابت على احمد مراد حشو لاحداث كتيره جوه الروايات وان هو حصر نفسه في الروايه السينمائيه. استنونا الحلقه الجايه من شخصيات ان شاء الله هنتكلم عن احمد مراد السيناريست. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.